ماريا محفوظ الكباريتي، عمري 12 سنة، بمارس رياضة ركوب الشراع، بديت أمارسها من قبل 4 سنين. هي هذه رياضة حلوة كتير. أول إشي بابا علمني السباحة، بعدين عرفني على هذا القارب، أنا حبيته كتير وحبيت أتعرف عليه أكثر، فصرت أمارس تقريبا يعني حسب أوقات فراغي أمارس هذه الرياضة، وأنا كتير حبيتها. سكننا جوار البحر، فمن يسكن الشاطئ يعشق البحر. ففي البداية أنا علمتها سباحة، فكان عندها استجابة سريعة أنها تعلمت فترة زمنية قصيرة. كان أخوها وأخت لها برضو يركبوا القوارب الشراعية معايا، وهي شافت يعني القارب وتعرفت عليه وحبت هذه الرياضة، وجدت عندها شغف أنها تتعلم بسرعة على الرياضة هذه، وفعلا فوجئت أنها استجابت لخبرة الرياح والتحكم في القارب بسرعة عجيبة. الحصار الإسرائيلي بضيق مساحة البحر، فبقدرش أبحر كتير، وكمان منع وصول هذه القوارب لقطاع غزة. طموحي هو أنه البحر يتوسع أكثر، وإني كمان المعابر تفتح عشان أنا أقدر أسافر برا، وكمان إني أصير محترفة في هذه الرياضة، يعلموني محترفين مختصين في هذه الرياضة علشان إني أقدر أشارك في المسابقات الدولية وأمثل فلسطين فيها.